وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إذا كان الإنسان يصلي في الصحراء أو في مثلا في الفندق في ديار الكفر، وجاءه من يثق به وهو يصلي، فأخبره أن جهة القبلة على غير الجهة التي يصلي عليها، فإن الواجب عليه أن يبادر إلى استقبال الجهة الصحيحة وتكون صلاته صحيحة، وتكون صلاته صحيحة، ولا يبطل ما تقدم من صلاته. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في صلاة أهل قباء كما ذكرناه قبل قليل، لكن لا يجوز للإنسان أن يستمر في الجهة الخطأ بعد أن علم أنه أخطأ، بل يجب عليه أن يتوجه إلى الجهة الصحيحة، فإن استمر فإن صلاته تبطل. نعم.